بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 252 فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد، واللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، والجوارح الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد في الإيمان من هذا كله: القول هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والإنقياد أي الخضوع لطاعة الله، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والإنقياد أي الخضوع لأوامر الله، واللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، والجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادة والطاعة. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عملت طاعة يزيد إيمانك، وكلما عملت معصية ينقص إيمانك، فعليك أن تتوب إلى الله وتحذر المعاصي. قال الشيخ خليل هراس رحمه الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين، ظاهره من القول والعمل وباطنه من التصديق والاعتقاد، أصوله وفروعه. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق أي الكامل إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون، أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون.
والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصانه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة والنقصان كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج، أي مردود عليه بما ذكرنا من الأدلة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل السنة لا يكفرون مرتكب المعصية إذا كان مؤمناً ولم يستحل المحرمات كما يفعله الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وقولهم باطل، ومرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله دخول الجنة. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني القاتل إذا قتل وأهل المقتول عفوا عن القصاص ورضوا بالدية، فقال من أخيه، فأخوة الإيمان باقية مع وجود المعصية لكن ينقص إيمانه بسبب المعصية. ولا نقول أنه خرج من الإيمان كما تقول الخوارج، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا أيضا قول باطل. فمرتكب الكبيرة مؤمن فاسق وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله أن يدخل الجنة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حصل بينهم اقتتال ولكن قال من المؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي العادلين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمعاصي لا تخرج من الملة بل يكون ناقص الإيمان. ومع أن الإيمان المطلق أي الكامل مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، التصديق والاعتقاد والتوحيد
العقائد أصل الإيمان، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أنكر شيئاً مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته عليهم السلام أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل فهو كافر. إذا استحل شيئا من هذه الأمور فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، يعني لا ينفون الإيمان عن العاصي، ولا يسلبون أي لا ينفون الفاسق من الملة، لا يسلبونه الإيمان، بل يقولون الفاسق تحت مشيئة الله، مرتكب المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن إذا كان موحد مآله دخول الجنة. ولا يسلبون أي لا ينفون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، أي لا ينفون عنه الإسلام، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال المعلق في الأصل بدون المطلق وهو الصواب، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، أما لفظ المطلق فخطأ من المطبع، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني الإيمان الذي هو ناقص، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، يعني قد يكون يعني فيه معصية، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني في اسم الإيمان الكامل، يدخل في اسم الإيمان يعني الناقص، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون أي الكامل الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء كامل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، بل نقص إيمانه بسبب المعصية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يكون كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يكون كامل الإيمان، ولا ينتهب نهبة أي يأخذ أموال الناس ظلما، نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان، بل ينقص إيمانه بهذه المعاصي. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، العاصي نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يقال مؤمن ولا يسلب مطلق الاسم، لا يقال غير مؤمن، بل نقول مؤمن فاسق، العاصي نقول مؤمن فاسق، لا نقول مؤمن مطلقا ولا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن فاسق. وأما الفاسق الملي أي الذي ينتسب إلى الإسلام، الملي أي المسلم الذي على ملة الإسلام، وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة
لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه بالنار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق، لا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفشي أسرار المسلمين إلى العدو. ولكن لما كتب كتاباً وأعطاه للمشركين وأراد إرساله إلى المشركين، الله أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالاً من الصحابة أن يأخذوا الكتاب من هذه المرأة التي أعطاها حاطب الكتاب، فذهبوا وأخذوا الكتاب وجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي، أنا مؤمن ولست منافق، ولكن أنا لست قرشي أصلي، أنا محليف، وأصحابك الذين هاجروا لهم أقارب يدافعون عن أهليهم، وأنا ليس لي أحد، فأردت أن أعمل هذا العمل حتى يدافعوا عن أهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق، وأمره أن يتوب إلى الله، فتاب إلى الله. فإخبار العدو بأسرار المسلمين هذا من الكبائر، ومع ذلك الله قال، أنزل هذه الآيات في حاطب وأمثاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال: يا أيها الذين آمنوا، فلم ينفي عنه الإيمان لأنه كان مؤمناً، ولكن إنما فعل ذلك فتنة ولم يبلغ المشركين ما أراد، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا الإيمان والإسلام أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. هذا إذا ذكر معا، فالإيمان التصديق والاعتقاد، والإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح، وهما متلازمان. لا يوجد إيمان إلا ومعه إسلام، ولا يوجد إسلام إلا ومعه إيمان. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق الكامل فهو أخص مطلقاً من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه، يعني دون الإيمان الكامل، وقد يوجد الإسلام بدونه، أي بدون الإيمان الكامل، فيكون مسلم معه إيمان ناقص، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم، أي نفي الإيمان الكامل. وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث،
الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كل منها أخص مما قبله. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيجب أن نحب الصحابة وندعو لهم، ونعلم أنهم خير هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، لما بلغ ثواب مد من الصحابة أو نصف مد من الصحابة، لأنهم أعطاهم الله الإيمان الكامل والإخلاص الكامل، فثوابهم مضاعف عند الله عز وجل. رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون، أي لا ينقصون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون عليه، أي لا يعيبون، ولا يحملون له حقداً ولا بغضاً ولا احتقاراً، فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء، ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم، ممن اتبعوهم بإحسان، يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك، الصحابة أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضاً طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، أي التنقيص، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه رضي الله عنهم يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. الذين أنفقوا أموالهم وجاهدوا قبل فتح مكة هم أعظم ممن جاهد وأنفق بعد فتح مكة، ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم، ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 318 أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا 318، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم ف
فقد غفرت لكم، يعني أن الله يلهمهم الصواب ويوفقهم للخير رضي الله عنهم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة بيعة الرضوان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة في حديبية بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم، وثابت بن قيس بن شماس وخيرهم من الصحابة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم بمنه وكرمه وأهلنا وأولادنا وإياه والمسلمين والمسلمات. وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى رضي الله عنهم. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه، أي عقب صلح الحديبية، وسمي هذا الصلح فتحاً لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه. وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم، فلأن المهاجرين جمع الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وبقية العشرة من المهاجرين رضي الله عنهم، وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر. قال المعلق: في سورة التوبة: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وفي سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن المهاجرون وأول الناس إسلاماً، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر رضي الله عنهم، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتع لما كتب كتابة إلى المشركين يخبرهم بأن النبي يريد فتح مكة ولم يبلغ الكتاب والحمد لله، لما أراد عمر قتل حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه وكان قد شهد بدرا، حاطب لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم
فقد غفرت لكم، يعني أن الله يوفقهم. وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اللهم إنا نسألك رضاك بجنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم، ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم.